انت هتجيب طفل ولازم تسميه يوسف. معجزة حصلت مع أسعد، العذراء مريم ظهرت لمرته قالت لها انت هتجيب طفل ولازم تسميه يوسف. في نفس السنة ربنا بعت الطفل يوسف، كبر ودخل الإكليركية وكان بيحب الرهبنة جدا. راح علشان يترهبن، البابا كرولس رسمه كاهن مش راهب وبقى اسمه أبونا يوسف أسعد. كان أمين في الخدمة وكتب كتب كتير عن الصوم والرهبنة والجواز والبتولية، وتلف الأيام ويدخل أبونا في مشاكل ودخل فيها السجن. غالبا بتكون صعبة لما خادم أو كاهن يتظلم، بيكون عنده سؤال ليه يا رب؟ اشمعنى أنا؟ طيب ده أنا ماشي معاك. ظهر ليه البابا كرولس وقال له خلاص يا أبونا يوسف المشكلة خلصت وانت هتخرج بكرة، وفعلا خرج. وقع في مشاكل كتير، منهم بنات اتخطفت وبنات حبت شاب غير مسيح، وقدر ان يرجع واحدة كانت بتزني وخلاها جابت كل الفلوس اللي عملتها في الزنا ورمتها في المية. كانت لما مشكلة تجيله كان ياخد المشكلة ويعمل قداس ويقول يا رب دي مشكلة ابنك وعلشان خاطر العذراء حلها. كان لما يقول المجمع كان بيشوف القديسين، علشان كده كان بيقولوا على مهله بركة صلوات تفرح كل الناس وتكون معاكم دايما.